بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده بوضوح. النهارده معاد حلقتنا الاسبوعيه اللي بنناقش فيها موضوعات بتهم ناس كتيره جدا مع الاستاذه الدكتوره هبه قطب. وطبعا كما تعلموا حضراتكم فان هذه الحلقات بتبقى دائما للكبار فقط، من دون 18 سنه لا يشاهدوا هذه الحلقات. دكتوره هبه اهلا بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. خلوني بس قبل ما نتكلم على موضوع حلقتنا النهاردة وقبل ما نحط لوجو لكبار فقد المغرس حطوه في الحقيقة، موضوع إنساني عايز أتكلم فيه، موضوعين الحقيقة. طفلتين مريم وآسيا، طفلتين ملتصقتين بيمروا بظروف صعبة جدا محتاجين لتدخل جراحي، قصة إنسانية جدا ومؤلمة جدا. هنشوف التقرير وبعدين نناشد أي طبيب متخصص أنه يقدر يساعد هذه الحالات عشان خاطر الأسر اللي هي بتبقى أكتر يعني ضعفا وحزنا لما تبقى منتظرة الإنجاب وبعدين تكتشف أنه بيحصل مشاكل خلقية بعد كده. نشوف التقرير. الحالة اللي هي مريم وآسيا في قلب واحد، الطفل طبعا كل طفل منهم الملتصق عن طريق الصدر، يعني العمود الفقري لكل طفل منفصل، كل طفل له عمود فقري خاص به، كل طفل له قصبة هوائية ومعدة برضو منفصلة، الأطفال دول مشتركين الاثنين في الجهاز الهضمي، مشتركين في الكبد، كل وهو من يعني الطفل له ذراعين وله يعني ساقين. الطفل ده احنا عملنا له أشعة إيكو على القلب، القلب تبين ان هو فيه عيوب خلقية. احنا في ضوء ان احنا بنعمل تجهيزات للجراحة، سواء هنشوف هنعمل أشعة مقطعية على القلب وهنعمل أشعة مقطعية على الصدر، هنعمل كل الفحوصات اللازمة لإجراء يعني نشوف هينفع نفصلهم أو لا. على ما أعتقد إن فيه عايزين يعملوا أشعات تانية، ويبدو إن فيه أجهزة مش موجودة، فياريت الأجهزة اللي ناقصة المستشفى توفرها لنا. التوأم الثاني عندهم 52 يوم، اسمها جانا وجودي، حالتهم الحمد لله مستقرة، ما بياخدوش أي أدوية خالص دلوقتي. دول عملوا أشعة مقطعية في المركز الطبي العالمي، بينت أن في لكل طفل له قلب منفصل، الصدر هو التصاق عن طريق الصدر والبطن بحبل سري واحد، الكبد مشترك في الاثنين. بس الحمد لله يعني دي حاجات خدنا بالنا منها في الأشعة المقطعية ديت، اللي هي بينت ان كل طفل له جهاز يعني الكبد ملتصق مع الاثنين، بس كل طفل له يعني الجهاز بتاعه يعني الكبد بتاعه كامل. هم دلوقتي بقى لهم شهرين في تحسن شوية، كان ما دخلوا هنا كانوا يعني كان نموهم ناقص خالص، كان بياخدوا بيركب لهم محاليل، كان في سنترال لاين وكانوا بيرضعوا بالرايل، بس الحمد لله كل ده اتشال وبقوا بيرضعوا بالبيبرونا. الحكومه في مصر هنا بتضع ميزانيه 10000، بس 10000 دولار كميزانيه لاي طفل ان هو يسافر بره، بس طبعا 10000 دولار دول مش حاجه بالنسبه لتكاليف عمليه زي دي. الاطفال دول هم اللي هيكبروا، هم اللي هيدخلوا مدارس، فالمفروض المستشفيات اللي زي دي يبقى فيها اجهزه على مستوى عالي عشان الاشعه، عشان الاطفال دول ما ينفعش تخرج بره وتتبهدل بالطريقه دي. المستشفى بس ينقصها، وانا بناشد معالي وزير الصحه والسكان، فمحتاجين جهاز اشعه متعدد شرائح اشعه مقطعيه. اولا هيقلل نقل الطفل، يعني احنا بنها ما بنبعت الطفل يعمل اشعه ما بتتعملش، يقول لك لا انا عايزين القاهره، والقاهره لازم دكتور تخدير، ويعني حكايه كده احنا في الاخر ممكن اللي بتضر فيها الطفل. زي ما حضراتكم شفتوا الطفلتين مريم وآسيا وجانا وجولي محتاجين تدخل جراحي سريع جدا. يبدو ان مستشفى الاطفال التخصصي في بنها مش مؤهل لهذا الموضوع، محتاج معدات او تجهيزات. ارجو لو في اي اطباء متخصصين شافوا الحالتين دلوقتي
يقدروا يساعدوا ارجوكم تواصلوا مع البرنامج اتصلوا بينا. احنا هنحط ارقام التليفونات لمن يريد ان يسال الدكتوره هبه قطب ولمن يريد ان يساعد الحالتين دول في اجراء اي جراحه، لان زي ما انتم شايفين في يعني في حاجات كثيره جدا مشتركه في الحاله الاولى مريم واسيا، القلب والكبد والكلى، في الحاله الثانيه الكبد، لكن يمكن تبدو الحاله الثانيه ابسط نوعا ما من الاولى. فارجو ان احنا لو نقدر نساعدهم يبقى كتر خيركم.